ولكن هعيدهم لك علشان تاخد كل التمارين الخاصه بمتلازمه النفق الرزغي. الاولاني اهم تمرين. السلام عليكم. متلازمه النفق الرزغي، نركز قوي في النقطه دي. نفق رزغي هو هنا في منطقه الرزغ، منطقه الرزغ زي ما يكون فيها كوبري هنا، بيعدي تحت الكوبري ده نفق ماشي فيه اوتار لبعض العضلات وماشي فيه العصب الاوسط، اللي لو اتزنق او حصل فيه مشكله يعمل لي تنميل في الصباع ده وده وده ونص، ده 3 صوابع ونص. نركز في النقطة دي علشان في حلقة على القناة متلازمة النفق الزندي بيبقى فيها تنميل في الصباع الصغير ونص الصباع ده، ركز التنميل في أنهي مكان من الاتنين. ده أولا. هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن كل حاجة تخص متلازمة النفق الرزغي أو الكاربال تانيل سندروم. معاك دكتور أحمد الشامي، دكتور علاج طبيعي وأخصائي التغذية. ولو أنت أول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات بإذن الله تعالى، كما إنك تقدر تنتسب للقناة ماديا عن طريق زرار جوين أو الانضمام تحت الموجود في القناة. شوف الإنترو وتعالى بقى نتكلم عن كل حاجة تخص متلازمة النفق الرزغي. تعرف كل ده ان شاء الله النهارده على مدار الحلقه. معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. ولو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك. نفس الكلام اللي بقوله لك كل مره، اللايك هو مثابه شكرا اللي انت بتقدمها لي. مبدئيا نقطه اساسيه كده في الاول، لازم تعرف ايه وظيفه العصب الاوسط او الميديان نيرف. الميديان نيرف بيعدي من الحته اللي انا قلت لك عليها، بيغذي الثلاث صوابع وليه دور في بعض حركات الايد، ونركز في الوظيفة بتاعته عشان لو حصل فيه مشكلة الأعراض بتأثر على وظيفته نفسها. طيب حلو، إيه هي أعراض متلازمة النفق الرزغي؟ أولاً بتحس بوخم ألم وتنميل في الإيد، بتحس زي ما قلت لك في جميع صوابع الإيد ما عدا الصباع الصغير ونص الصباع اللي جنبه. أحياناً بيحصل ميس دايجنوز أو أنت مش بتبقى عارف هو نص الصباع ولا الصباع كله، بس الأكيد إن بتحس بإيدك كلها ما عدا الصباع الصغير. بيبدأ الشعور يقل في أطراف الأصابع مع وجود صعوبة في استعمال الإيد في المهام الصغيرة زي تزرير القميص، الكتابة وانت بتقرا، استخدام لوحة المفاتيح بتاعة الكمبيوتر وانت ماسك الدريكسيون او عجلة القيادة، كما انك بتحس بألم في المعصم ممتد بيوصل للكتف كمان، واحساس برعشة كهربائية صغيرة في الايد، وبتصحى بالليل من شدة الألم. من كتر الألم ده احيانا بتبدأ بقى تحرك ايديك في كل اتجاه، بتحاول تخلي ايديك مدلدلة كده من شدة الألم اللي بتحس بيه. فدي اعراض لمتلازمة النفق الرزغي او اعراض ان الميديان نيرف متأثر. بنسمع عن الشكوى دي كتير خاصة عند السيدات، نركز قوي علشان في كتير بيلجأ للجراحة وعملية تسليك الأوتار مبدئيا. هنتكلم ان شاء الله عن كل حاجة وهنأكد امتى كمان بتحتاج للعملية، ركز قوي. ولكني هقولك على أسباب الموضوع أصلا الأول. مبدئيا مفيش سبب واضح هقدر أقولك انت بتعمله أو انت بتعمليه فيعمل لك الموضوع ده، لا، بس في حاجات لازم تكون عوامل خطر، يعني اكتر من غيرها في احتماليه انك تصاب بمتلازمه النفق الرزغي. اول حاجه التقدم في العمر، فعلى الرغم انها ممكن تصيب اي حد الا انها عاده ما بتصيبش حد قبل سن 20 سنه. ثاني حاجه الجنس او النوع، فالنساء او الستات اكتر عرضه للاصابه 3 مرات ضعف الرجاله. النقطه اللي بعد كده ممارسه بعض الحاجات اللي بتعمل حركه في الايد باستمرار زي السيدات تحديدا، خاصه فكره غسيل المواعين، الحاجات المنزليه اللي بيعملوها، الطبخ، الحاجات اللي بيستخدموا فيها ايدهم باستمرار، فبالتالي ممكن يكونوا اكثر عرضه من غيرهم. النقطه اللي بعد كده التاريخ العائلي او الفاميلي هيستوري، فلو الاب او الام اصابوا بمتلازمه النفق الرزغي ممكن انت كابن مش لازم اكيد بس ممكن تكون اكثر عرضه من غيرك، من شخص ابوه وامه ما اتصابوش مثلا بالمتلازمه دي، او لو بتعاني من امراض زي السكر مثلا، او بتعاني من سمنه مرضيه، او وجود خلل في وظيفه الغده الدرقيه، او لا قدر الله مصاب باحد انواع السرطانات زي وجود غدد دهنيه، او لا قدر الله اورام سواء حميده او خبيثه قريبة من العصب الأوسط، أو لو حصل لك كسر في إيديك، الكسر ده ضغط أو قرب لمنطقة العصب وبالتالي سبب لي الأعراض دي. ممارسة العادات الخاطئة زي التدخين، إدمان الكحول، والإكثار من تناول الملح، ركز قوي في الحاجات دي لأن دي عادات غلط برضو لازم توقف عنها. طيب حلو، إيه العلاج والتمارين؟ كلمت لك على الأعراض والأسباب بسرعة، إيه بقى سيناريوهات العلاج والتمارين اللي عاملها وإمتى بحتاج عملية؟ بيعتمد العلاج تحديدا على العمر والصحة العامة والتاريخ الطبي وأعراض الألم والحالة وصلت لإيه من أعراض. فبنبدأ ببعض سيناريوهات علاج غير جراحية طبعا في الأول، ولكن زي ما بأكد عليك أنت لازم بتكشف تعرف عندك إيه، تروح لدكتور العظام لو محتاج أشعة، تمشي بكل الخطوات السليمة الأول، ما تكروتش وتروح لتمارين على طول، ما تروحش الجراحة على طول، خد الموضوع بالترتيب الصحيح.
نقطة أولى. تاني حاجة هنمشي بأدوية دكتور البشري بيوصفها لك، ما بين بقى مضادات التهابات، بسط العضلات، مسكنات ألم، أيا كان الدكتور البشري دكتور العظام هو اللي بيكتبها لك بالدوز بتاعتها وزي الفل تمام. وبعدين بتبدأ تلبس جبيرة قبل الرسغ، الجبيرة اللي بتمسك الإيد وتثبتها، الغرض منها إنها تمنع أي حركة إيدك بتعملها علشان ما تسبب ليش ألم، لأن الحركة أحيانا بتسبب لي ألم، فأنا بثبت إيدك، ودي عادة بتلبسها بالليل أثناء النوم، ولكن لو الألم اشتد بتلبسها طول اليوم. والجبائر عادة بتكون مع الحالات الخفيفة أو الناتجة من الحمل، لأن حالات الحمل أو في بتيجي بشكل كبير جدا مع الحوامل، ولكنها بتختفي بعد الحمل إن شاء الله بمجرد الولادة بتختفي، ولكن برضو وارد إنها ترجع. طيب جميل، بنعمل الكلام ده ولازم بنعمل تمارين كده كده لازم نعملها، وبتبدأ تتابع مع علاج طبيعي في مركز علاج طبيعي، تمارين يدوية، تمارين منزلية، جلسات، بص بتعمل كل حاجة. وتمارين منزلية انا هقولك على جزء منها كده كده دلوقتي وانت داخل علشانه، ولكن انا بأكد عليك انك تمشي على سيناريوهات العلاج بشكل سليم. طبعا بعد ده كله بيبقى فيه حل للجراحة هقولك عليه، ولكن قبل ما اروح للجراحة تعالى نتكلم على التمارين. بنعمل ايدينا بالشكل ده ونفردها خالص بالشكل ده، وبإيدي التانية بشد راسي واعمل كده، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ركز قوي في تمارين النيرف جلايد او النيرف موبيلايزيشن، التمارين دي انا بحرك العصب، فركز قوي ان العصب لما يتحرك هيعمل لي اعراض تنميل في الاربع صوابع او ثلاث صوابع ونص اللي انت كده كده بتشتكي منهم، هتحس بيها بمجرد ما تعمل التمرين. ففي الاول ما تتضايقش من ان في الم، لا، مع التمرين ان شاء الله الدنيا هتتحسن. والتمرين ده تحديدا ما تزودوش عن 10 مرات، انا عملته 5، تقدر تعمله انت 10 مرات بالشكل اللي انا وريته لك. انت بتعمل موبيلايزيشن او نيرف جلايد للميديان نيرف بالشكل ده 10 مرات، ما تزودش عن كده. هنخش على التمرينين اللي بعد كده، ودول استطالة للعضلات اللي قدام والعضلات اللي ورا، ودول مقررين وشفناهم في كذا حلقة قبل كده، تمام؟ ولكن هعيدهم لك علشان تاخد كل التمارين الخاصة بمتلازمة النفق الرزغي. الأولاني أهم تمرين، ركز قوي في التمرين ده. التمرين ده برضو بنمشيه كجراديويشن أو بصعبه واحدة واحدة. ببدأ الأولاني بالشكل ده، ايدي مفرودة بالشكل ده من قدام وبشد دي وثبة 30 ثانية، تمام. التمرين ده سهل، ببدأ اخلي ايدي مفرودة بالشكل ده وبشد، تحس بشد في تحت هنا وبتثبت 30 ثانية، ده الجزء الاولاني باستطالة للجزء ده. الجزء الداخلي بقى بعمله ازاي؟ عكسه، بمعنى ببدأ وانا ايدي مفرودة وبشد، بتحس بشد في المنطقة دي وبثبت 30 ثانية، تمام، وزي الفل. بصعبه عن طريق ان انا بقفل ايدي واشد، عكس التمرينين اللي فاتوا. اللي فاتوا كنت ببدأ مقفول وبعدين افتح، لا المرة دي معكوسة شوية وبثبت 30 ثانية. طيب جميل، دي التمارين اللي انا عاملها ان شاء الله وهتقلل الالم باذن الله طبعا بشكل كبير. طيب انا حقنت كورتيزون في العصب وعملت علاج طبيعي بتاع 40 جلسة، مع انه مفترض من 6 ل 12، لا انا عملت 3 شهور قعدت اعمل في جلسات والدنيا ما تحسنتش، طيب ايه الحل؟ ساعتها بنلجأ للجراحة، ولكن برضو هقول لك ضوابط الجراحة في الاول. اولا الم شديد وغير محتمل، رغم الجلسات والمسكنات اللي دكتور البشر اداها لك ورغم كل ده الالم شديد ومش راضي الا ابدا، ركز قوي. لو الالم بيقل فده يبقى تحسن، انما لو الدنيا ثابته والالم ما بيتحسنش فدي نقطة أولى تخليني أعمل عملية. النقطة الثانية، حصل لي مشكلة في الثمب أو في الصباع الكبير، الصباع الكبير ده أهم صباع في إيدك، لا قدر ربنا يعافي الجميع لو حد ما عندوش الصباع ده أو ده أو ده أو ده عادي، إنما الصباع ده أهم صباع، لأن الصباع ده هو اللي بيقفل على قبضة الإيد، هو اللي بيخليك تمسك أي حاجة أصلاً. فلو حصل لي مشكلة في الصباع ده وبقتش قادر أمسك الحاجات، بمسك كوباية بمسك حاجة قبضتي مش قادرة تمسك والحاجة بقت تقع مني، فدي انديكيت ان انا ممكن احتاج عملية. اخر حاجة، لو لا قدر الله العصب بدأت تقلق انه يتلف او يحصل له دامج لا قدر الله، لان خد بالك ان العصب لو حصل فيه تلف مش بيخف تاني، نركز قوي، فانت بتخاف ان الموضوع يبوظ فبتلجأ للجراحة على طول علشان تحافظ على العصب. ولازم تعرف ان العلاج الجراحي بينقسم لشقين، شق يا اما بيفتح ويشوف او بالمنظار، ايا كان دكتور البشري او دكتور الجراحة هو اللي بيشوف ويحدد اي نوع مناسب ليه. بس تفصيلة مهمة، ان الجراحة بالمنظار بتكون ايامها اقل شوية عن الجراحة المفتوحة، يعني بتاخد وقت قليل للتعافي بعد العملية،
نركز قوي في الحاجات دي كلها. نهايه لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. كان معاك دكتور احمد الشامي دكتور علاج طبيعي اخصائي التغذيه، دي قناه العلاج الطبيعي في قناه التغذيه. اتمنى اكون ضفت لك شيء بالنسبه للحاله دي تحديدا، خاصه وانها مشهوره عند كتير جدا من امهاتنا او من السيدات بشكل عام. وركز معاك انك تفرق ما بينها وما بين متلازمه النفق الزندي، لانها مشابهه شويه في فكره تنميل في الايد، ولكن هنا احنا بنركز تنميل في الصوابع غير تنميل في الايد. كما ان الحلقه مش مقياس لتشخيصك، انت بتاخد المعلومات العامه دي تعرفها مش مقياس لاي حاجه. التمارين المنزليه هتساعدك بشكل كبير في حالات البسيطه طبعا، انما لو الموضوع في مشاكل تانية لازم تروح للدكتور. بس كده، السلام عليكم.